احنا معانا واحد من الجيل بتاعك والانتيم بتاعك، وهقول عليه بس حاجة بس بعد ما يقول، شوف هو يقول ايه ليك ونرجع مرة تانية نعلق عليه. الكابتن محمد عامر نجم نجوم طبعا الفلاحين ونجم نجوم كفر الشيخ، هداف كفر الشيخ. يعني محمد عامر كان من اللعيبه المميزه جدا فاروق، وكان سكورر كمان في الدوري الممتاز. والفتره دي كانت مرحله انتقاليه بالنسبه لنا، عارف كان في تدعيم للفريق الاول بشكل كبير، فكان محمد عامر من ضمن الناس اللي كان جاز الفني مستر دكوتي عينه عليه. وطبعا انت عارف عبد البقال الله يرحمه اكبر الكشافين، غطس غطسه كده لكفر الشيخ، نسق فيها طبعا مع مسؤولين النادي، ويمكن كمان دور كمال حافظ كان وكيل النادي وقتها، قدر ان هم ينجحوا في هذه الصفقه. وكانت فعلا صفقه بالنسبه لنا كانت مهمه جدا وكانت مميزه بشكل كبير. من ناحيه الشخصيه طبعا شخصيه محترمه جدا، يعني ابن ناس متربي، ما شفناش منه اي مشكله اي عيب. محمد كانت مجموعه، خد بالك احنا كنا الفرقه منقسم لثلاث مجاميع، يعني كانت مجموعه مثلا الخطيب مصطفى عبده، فتحي مبروك، حسن حمدي، زيزو، دي كانت مجموعه. المجموعه اللي وراها انا، مختار، جمال عبد الحميد، رمضان السيد، حمدي جمعه، محمد عامر، في مجموعه ثالثه شريف عبد المنعم، خالد جد الله، حسام البدري، واخد بالك. فكانت مجاميع، والمجاميع دي اول مجاميع عملت فكره اليوم الكامل. الشخصيه اللي فعلا اختيارات النادي الاهلي بتبقى من خلال هذه الشخصيه. شخصيه محمد عامر كانت شخصيه انضباطيه، عمره ما غاب عن التدريب، احترافيه، كان بيجي قبل التدريب بساعه. محمد عامر كان من اللعيبه اللي بتجيد الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. محمد عامر زي ما قلت لك جوكر من الجوكر، بيعتمد عليها المدير الفني في اي مكان بيختاره. عايز اقول لك كنا احنا عاملين جبهه، جبهه قويه جدا في التيم، انا وعلى شمالي ربيع، وقدامي محمد عامر، وعلى شماله مختار. فالتركيبه دي قاعدين مع بعض بقى، واخد بالك، فعارفين بعض، حافظين بعض. فكابتن مصطفى عبده هيفتكر الموقف ده. فكل معظم لعبنا رايح ناحيه الشمال بسبب التركيبه دي يعني. فمره من المرات كده فاول في نص الملعب، فلقيت كابتن مصطفى عبده جاي، قال لي بقول لك ايه يا عم ماهر، يعني انا مش عايز اقول لفظ، يعني يا عم ماهر بقول لك ايه، مش كله ناحيه الشمال، ناحيه الشمال، ما تفكر لنا يا عم شويه ناحيه اليمين عشان نشتغل يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي كانت سبب التجمع اللي بيننا وبين بعض، كان بينعكس علينا في الاداء داخل الملعب يعني. عايز اقول لك ان التدريب بالنسبه لمحمد عامر موهبه، يعني هو زي ما كان لعيب موهوب كمان في التدريب كمان كان موهوب. وعايز اقول لك يا فاروق، اللي ساعد محمد عامر على هذه الموهبه انه طبعا اشتغل في المراحل السنيه في نادي الاهلي، واشتغل تحت ايدين مدربين على اعلى مستوى. لكن النقله الحقيقيه بالنسبه لعامر اللي طورته بشكل كبير جدا في التدريب، شغله مع الكابتن جوهري. طبعا بقول للكابتن محمد عامر يعني صديق عمري، ربنا يديك الصحه يا كابتن محمد، ودي اقل حاجه ان احنا نبعتها لك او نتكلم عنك، لانك انت تستاهل حاجات اكتر من كده كتير. وانت فعلا صديق وافي لكل اللاعبين اذا كانوا قدامى او اللاعبين الموجودين حاليا، وانت مدرب من المدربين المحترمين العظام. وعايز اقول لك يعني انا زعلان جدا انك انت بعيد عن الساحه الفترة ديت، لأن بعلمك وخبرتك يا محمد محتاجينك في النادي الأهلي أو خارج النادي الأهلي عشان الناس تستفاد من القيمة والقامة اللي أنت عليها خلال مراحلك التدريبية أو مراحل اللعب اللي أنت أديتها. فعايز أقول له لازم تدافع على تاريخك يا محمد بشكل كبير، وأنا أتمنى إن الفترة الجاية دي نشوفك في أقرب فرصة في مؤسسة من ضمن المؤسسات اللي موجودة في الكرة المصرية، عشان تقدر من خلالها تقدر تعمل لنا تطوير يفيد هذه المؤسسة ويفيد الكرة المصرية بشكل كبير. هتقول ايه لزميل الكفاح؟ ماهر برضو كان من المجموعة اللي دايما، يا سلام، معانا. ماهر كان حتة لعيب كرة يعني ما حصلش حاجة، الإصابة حاجة هي بعدته، وإصابة اللعينة ديت لما كان ماهر من اللعيبه الاصابه دي. والله افتكر كانت في استاد القاهره وكلنا عيطنا عليه، لان احنا طبعا يعني خسرنا يعني لا كان طلع زي الصاروخ وما شاء الله حاجه تفرح.
هو بس انا عايز اكمل النقطه بتاعتك لما كنت في الملعب. هو كان دايما كل حاجه يطلع فوق ياخدها على صدره يقوم حاططها لي او حاططها المختار. انا قلت ده كومبينا. جريت له انت يا ابني مش عارف ايه. انا قلت لمحسن صالح قلت له ايه صدرك ده معوج ناحيه الشمال بس عوجه ناحيه اليمين. قلت لمحسن صالح واحمد عبد الباقي خلي عندكم دم بقى ونلعب شويه في الجنب اليمين بتاعنا، الجنب الشمال مكسحنا محتكرين الكوره. فمره لماهر همام كان مختار بيأمنا واحنا كنا بنصلي صلاه المغرب في الاوضه بتاعت اوضه اللبس. والاوضه فيها شبابيك سلك كده فوق مفتوحه. ومش عارف مين اللي حمدي جمعه تقريبا بينده على ماهر وماهر واقف احنا خلاص اقمنا الصلاه وبنصلي ومختار بيصلي بينا. وانا قال له يا ماهر قال له بصلي. قال له بصلي. نسي انه بيصلي. نسي انه بيصلي. والتاني عمال يا ماهر. التاني يقول له بصلي بصلي.